وعشان نتابع اكتر حاله الجو، الجو هيكون عامل ازاي كمان الاسبوع ده مع دخول درجات الحراره في درجات منخفضه ودخول البرد. يعني اهلا وسهلا بالبرد، كل سنه وانتم طيبين، الشتاء دخل خلاص. ونتاكد رسميا بقى من اهل العلم والاستاذ محمود شاهين مدير اداره التحاليل بهيئه الارصاد الجويه. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا استاذ سامح، اهلا بحضرتك وكل الساده المشاهدين. اهلا بيك. نقدر نقول خلاص الشتاء دخل، الدنيا بردت خلاص، هنفضل ماشيين في البرد ده شهرين ثلاثه كده لغايه لما ترجع تحرر تاني؟ لا، هو طبعا حضرتك عارف احنا في فصل الخريف لسه، فصل التقلبات الجويه. انخفضت درجات الحراره بالفعل خصوصا في الساعات المتاخره من الليل والساعات الاولى من الصباح، ولكن درجات الحراره العظمى هتبقى ما زالت حول المعدل رغم انخفاضها، الا انها حول المعدل من 27 ل 30 درجه مئويه خلال ساعات النهار. وارد طبعا، احنا لسه في منتصف فصل الخريف، فاضل شهر ونص على بدايه فصل الشتاء. خلال الشهر ونص دول وارد طبعا تقلبات جويه اخرى وارتفاع اخر في درجات الحراره متوقع خلال هذه الفتره مره اخرى. والله احنا تعودنا في مصر يا فندم انه يعني ما بنلتزمش قوي بموضوع معايير الجغرافيه ومعايير الطقس في موضوع الفصول، يعني تبقى احنا عندنا الشتاء بقى في مصر شهر واحد او شهرين وبقيت السنه حر. ما خلاص موضوع دافئ ممطر شتاء ده ما بقاش موجود، وحر جاف صيفا بقى حر ولع صيفا. هو حضرتك التغيرات المناخيه موجوده وكل حاجه، بس طبعا ما بنفرقش برضو عن طبعا ثبات الفصول اللي احنا فيها. حضرتك بتقول الشتاء شهر واحد، يعني احنا الشهر السنه اللي فاتت فضلنا متاثرين بفصل الخريف لغايه نهايه شهر 12 وبدايه شهر يناير، فلسه احنا في فصل الخريف فعلا ووارد تغييرات اخرى. ولكن طبعا خلال هذه الفترة الأكيدة بنقول إن درجات الحرارة تنخفض في الساعات المتأخرة من الليل والساعات الأولى من الصباح، وبنلاقي تقلبات جوية حادة وسريعة في نفس اليوم، يعني درجة الحرارة العظمى ممكن تصل إلى 28 و29 و30 درجة، أما الصغرى سواء في طبعا أثناء خروجنا في الصباح الباكر أو العودة إلى منازلنا في الساعات المتأخرة من الليل بتكون ما بين 18 و19 درجة مئوية. طيب طبعا تحديد نوعيه الملابس شيء مهم جدا خلال الفتره الجايه ومتابعه النشره الجويه. عظيم جدا. طيب اتفضل يا فندم. شبوره يا فندم. طبعا شبوره كمان طبعا خلال الفتره القادمه هتكون الى حد ما كثيفه على خصوصا على الطرق القريبه من المسطحات المائيه والطرق الزراعيه، عشان كده بننصح سائق المركبات القياده بهدوء بقدر الامكان على هذه الطرق. نعم، على الطريق الزراعي وفي مختلف اماكن الجمهوريه، وفي في القاهره الطريق الدائري في بعض الاماكن وبالتاكيد المحور. مدن القناة وسواحلنا الشمالية كل المناطق طبعًا دي طبعا فيها طبعًا شبوره كثيره. استاذ محمود، كان مفروض ان احنا كنا بنتوقع خلال الاسبوع اللي فات ان يكون في امطار، وفوجئنا في اليومين اللي كان المفروض يبقى فيهم امطار ان كان في رياح ترابيه شديده وكان في تراب كتير في الجو، والدنيا ما مطرتش بالشكل اللي احنا كنا متوقعينه، وهي ندت شويه يعني ومطرت بشكل قوي في اسكندريه. فهل نتوقع يعني ان الدنيا ممكن تمطر في توقع بسقوط امطار في خلال الفتره اللي جايه، ولا ممكن ترجع تاني الرياح المحمله بالاتربه؟ هو طبعا حضرتك لما توقعنا ان في فرص سقوط امطار وقلنا ذروتها هتبقى يوم الخميس، وقلنا بالاضافه الى سقوط الامطار هيكون في نشاط رياح مثير للمر والاتربه، نشطت فعلا الرياح المثيره للمر والاتربه، وكان حددنا احنا حتى قلنا نوعيه المطر هتبقى على القاهره ما بين خفيفه ومتوسطه، ولكن سواحلنا الشماليه وسيناء وسلاسل جبال البحر الاحمر توقعنا انها تكون اكثر غزاره، وده بالفعل حصل. اسكندريه فعلا كانت عليها امطار غزيره، ومناطق من سينا وكاترين والطور، يعني عده مدن في سيناء. ان شاء الله خلال الفتره القادمه في هدوء في سرعات الرياح واستقرار في الاحوال الجويه، وده طبعا اللي بتبشر بيه الشبوره المائيه اللي موجوده دلوقتي والموجوده خلال الايام القادمه ان شاء الله. اخيرا استاذ محمود، احنا شفنا حوالينا دول عانت من رياح قوية جدا وأمطار قوية جدا وسيول زي الأردن طبعا، ربنا يصبرهم على اللي حصل لهم، ولبنان، وكمان في مناطق في غرب السعودية حصل فيها أمطار غزيرة. هل من المتوقع أن يحصل حاجة شبه كده لا قدر الله عندنا في مصر؟ الحمد لله، هو اللي حصل في الأردن ولبنان طبعا هو المنخفض الجوي واللي كان مأثر علينا، ولكن طبعا حركته سريعة جهة الشمال الشرقي واتجه فعلا الى ليبيا والاردن، كانت هناك الحاله اكثر سوءا من عندنا بكثير. عدينا خلاص الحمد لله. الحمد لله. استاذ محمود شاهين مدير اداره التحاليل بهيئه الارصاد الجويه، بشكرك شكرا جزيلا.